زي ما احنا شفنا في الجزء بتاع الارتيفاكتس، ساعات بيبقى السكال بون نفسها بتعمل لي ارتيفاكت اللي هو كنا بنتكلم عليه، اللي احنا كنا بنقول عليه ان هو يعني بيعمل لي حاجه زي جوستين كده للايه، للادج بتاعه السكال. اوكي، الحقيقه الادج دي او الجوست دوت بيبقى اساسا جاي لي من الريكونستراكشن ميثود. يعني الريكونستراكشن ميثود نفسها بيبقى عندها برضو ليميتيشن، او هي نفسها بتبص على الحلول اللي هي بتطلعها في الايمج ريكونستراكشن الجوريزم بتاعها، وبتحاول تعملها ريجولاريزيشن بحيث انها تعملها سموذنج. فدي ممكن تعملها الارتيفاكت اللي بقول لكم عليه دوت. فدلوقتي عشان ندرس الايفكت بقى او الطريقه بتاعه الريكونستراكشن بتاعتنا، هل هي افيشنت ولا مش افيشنت، بيبقى عندنا مشكله لما نيجي نستعملها في فانتوم بيكون يعني بيكون عباره عن ميه ميه وخلاص. اوكي، فالمشكله ان عايزين نحط حاجه بقى بتمثل لنا الاتينويشن كوفيشنس العالي جدا بتاع البون ده عشان يبقى انكلودد معايا في ريكونستراكشن ميثود اللي انا بحاول اعملها ايفالويشن. فاللي بيحصل ان احنا بيبقى عندنا يعني في فانتوم كده عباره عن تيفلون رينج كده، التيفلون رينج دي بنحطها حوالين الفانتوم العادي بتاعنا اللي هو مليان ميه. اوكي، او نحطها حسب بقى الفانتوم اللي انا عايز اشوفه عباره عن ايه، ممكن احط اي فانتوم هنا. فالحاجه اللي بره دي اكشوالي بتبقى سيميوليتنج السكال بون، بحيث ان احنا لو في عندنا ارتيفاكتس بتظهر مع السكال بون تبان لنا بقى في الفانتومز كمان. اوكي، فالهدف بتاعها تاني ان احنا سيميوليت السكال بون في الداتا اللي احنا بنقيسها من الفانتومز. طبعا من غير السيميوليشن دوت احنا بنطلع نتائج ممكن يبقى شكلها لطيف جدا في الفانتوم، بس ممكن لما نستعملها على الهيد مثلا نتيجه للكونتراست الكبير بين السكال بون وبين التيشوز الموجوده في البرين، هنلاقي ان في عندنا بعض الارتيفاكتس ممكن تظهر وممكن ما تبقاش اكاونتد فور بطريقه الريكونستراكشن بتاعتنا. اوكي، فالفانتوم اللي سيميليتنج سكال بون ده بيبقى مفيد جدا في الايفالويشن بتاع الريكونستراكشن الجوريزمز عشان نتاكد انها بتهاندل الاتينويشن بتاعه السكال بون من غير ما تعمل ارتيفاكتس.